السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وليد من قناة وليد هوب. مرحبا بكم في فيديو جديد والذي من خلاله سنناقش الأمور التي حدثت في المباراة القمة التي كان ينتظرها الجميع الجزائريين وحتى عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا، ألا وهي مباراة نادي ليفربول أمام نادي وستهام الإنجليزي. وطبعا أعزائي المشاهدين، أعتقد يعني ولست أعتقد بل متأكد 100% أن جميع الجزائريين كانوا ينتظرون هذه المباراة بفارغ الصبر منذ أسبوعين. منذ أسبوعين وهم يعني مركزون على هذه المباراة ويدرسون توقيت هذه المباراة من أجل مشاهدة أول ظهور للنجم الدولي الجزائري سعد بن رحمة المنتقل حديثا لنادي وستهام. فيعني كان هنالك يعني تصريحات ومقالات إنجليزية قالت لأنه من المستحيل أن سعد بن رحمة راح يبدأ مباراته الأولى أمام نادي كبير مثل نادي يعني نادي ليفربول الذي يتحصل على آخر نسخة من الدوري الإنجليزي الممتاز بدرجة دارة واستحقاق. فلهذا زي المشاهدين كان هنالك البعض يقول أنه راح يلعب أساسي طيلة اللقاء، وأنا قلت لكم في الفيديو السابق أنه هنالك احتمالية فقط لإشراك هذا اللاعب، ولكن ليس في الشوط الأول بل في الشوط الثاني. ولكن زي المشاهدين دخل هذا اللاعب في الشوط الثاني ولكن في دقائق معدودة جدا، يعني انظروا أعزائي المشاهدين دقائق معدودة جدا لم يستطع يعني أن يصنع الفارق في هذه المباراة. فبطبيعة الحال دخل سعد بن رحمة في الدقيقة 89 بالضبط في هذه المباراة، وكما قلت لكم يعني ما كانش عنده وقت كافي من أجل صناعة الفارق، ولكن رغم ذلك عمل بعض المراوغات وبعض الفنيات. تعرفون سعد بن رحمة يعني لديه فنيات احترافية مثله مثل رياض محرز. فطبعا أعزائي المشاهدين رجل المباراة لهذه المباراة هو ساديو ماني ببراعة واستحقاق، تحصل على تنقيط 7.6 من ضمن 10، هو رجل اللقاء. بينما انتهت المباراة بهدفان مقابل هدف واحد سجل، يعني الهدف الأول لنادي وستهام، يعني نادي وستهام كان متفوق على نادي ليفربول، بينما ليفربول بمحمد صلاح وبقدرات النجم المصري عدل النتيجة، ومن بعدها سجل جوتا الهدف الثاني لفريق نادي ليفربول، ولكن لم يحتسبه بذلك بالفار. وبطبيعة الحال نفس اللاعب سدد تسديدة ودخل مباشرة للشباك لكي يبصم على هدفه بجدارة واستحقاق في هذه المباراة، وتحصل على تنقيط كبير. أما عن نجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بما أنه لم يكفيه الوقت في هذه المباراة من أجل صنع الفارق، راح يكون لديه إن شاء الله مستقبلا في المباراة القادمة. أعتقد المباراة القادمة راح يكون لديه الفضل أن يكون أساسي، خاصة بعد غياب أنتوني الذي هو بداعي الإصابة، فممكن هذا اللاعب راح تكون عنده فرصة كبيرة يعني في المباراة القادمة إن شاء الله لنادي وستهام من أجل أن يلعبه هذا اللاعب كلاعب أساسي. طبعا أعزائي المشاهدين هذا كان باختصار شديد ما حدث في هذه المباراة، وتكلمنا عن سعيد بن رحمة. أعطيكم الآن تنقيط سعيد بن رحمة رغم دقائق قليلة وعديدة جدا. سعيد بن رحمة تحصل على تنقيط 6.0 من ضمن 10، يعني مثله مثل باقي اللاعبين الذين دخلوا في الشوط الثاني، 6 من ضمن 10. هذا أول تنقيط لسعيد بن رحمة مع نادي وستهام في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى وإذا كان هنالك نقاد لن ينتقدوا سعيد بن رحمة، وذلك لضيق الوقت الذي لعب فيه. طبعا اذا مشاهدين هنا ناتي الى الخبر الثاني والنقطه الثانيه التي وصلتني في يعني صندوق التعليقات اولا، وايضا في حساب انستغرام ظهر امامكم وصلتني العديد، اقول لكم المئات او ممكن اقول لكم الالاف من الرسائل. الكل كان يتكلم عن ريان ايت نوري، هذا اللاعب يعني متالق جدا، هو فرانكو جزائري لحد الان لم يعلن عن المنتخب الذي سينتمي اليه او المنتخب الذي سيمثله، ولكن سنتطرق الى هذه النقاط يعني بعد قليل. يعني هذا اللاعب بعد ظهوره الأول مع نادي وولفرهامبتون الذئاب سجل هدفه الأول وقدم مباراة كبيرة، حتى مدرب وولفرهامبتون أشاد به، وطبعا فرحة كبيرة بالأداء الذي قدمه ريان أيت نوري. فهذا اللاعب إذا راح يمثل المنتخب الوطني الجزائري راح تكون أعزائي المشاهدين إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري. وعن هذا السؤال الذي انتشر والذي يعني اكتظ عليه في الآونة الأخيرة ما راحش نجاوب عليه أنا، راح يجاوب عليه مؤمن أيت قاسي هذا الصحفي المقرب لجمال بالماضي والمنتخب الوطني الجزائري. وحسب يعني التصريح الذي صرع به مؤمن ايت قاسي والذي هو ايضا تلقى العديد من الرسائل حول يعني ريان ايت نوري، صرح قائلا: الله يجازيكم، تلقيت الكثير من الرسائل فيما يخص اللاعب ريان ايت نوري بعدما سجل اول اهدافه مع ناديه الجديد، كنتم تريدون ان تعلموا ان كان سيلعب للمنتخب الوطني الجزائري ام لا، وقائلا: هذا الملف تكلمت عنه منذ مده. يعني
وصلتني أنا العديد من الأسئلة، وهو أيضا وصلته العديد من الأسئلة، وطبعا سنجيب على هذه الأسئلة، وذلك بتصريح من الصحفي المخضرم ألا وهو مومن أيت قاسم. في نفس السياق قال بالماضي التقى بأب اللاعب، يعني التقى بأب اللاعب في ليل على هامش مباراة كولومبيا، يعني قال لأنه جمال بالماضي التقى بأب هذا اللاعب ريان أيتنوري، وصرح بعدها بأيام ريان صرح أنه مع المنتخب الفرنسي. يعني هنا نضع نقطة، نعود إلى السطر، هذا اللاعب اختار تمثيل المنتخب الفرنسي، هو حر، ربي سهل عليه، ما راحش نزيدو نتكلموا معاه وما راحش نزيدو نتكلموا عليه ولا نعيره اي اهتمام. يعني هذا ما صرح به رايا، يعني عفوا اعزائي المشاهدين، مؤمن ايت قاسي، ومؤمن ايت قاسي يعني صادق وكل اخباره صحيحه، والحمد لله انه لدينا صحفي يعني متالق ويخدم خدمه شابه. فلهذا اعزائي المشاهدين كل ما صرح به قال لانه بعد ايام مباشره ريان صرح انه مع المنتخب الفرنسي. يعني هنا نضع نقطه ولن نتكلم على هذا اللاعب، يعني لدينا لاعبين كثر في المنتخب الوطني الجزائري، يجب ان نعير اهتماماتنا على هؤلاء اللاعبين، هؤلاء اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني الجزائري ويقدمون مستويات كبيره ويقدمون مستويات احترافيه وعلى الطراز العالمي، فكل ما يجب علينا التركيز عليه هو المنتخب الوطني الجزائري والمواهب التي يحملها المنتخب الوطني الجزائري، وايضا المواهب التي في القائمه للمنتخب الوطني الجزائري للعشرين سنه، يعني القائمه وللمنتخب الشباب للمنتخب الوطني الجزائري، فهؤلاء اللاعبين هم من يجب علينا يعني ان نعطيهم اهتمام اكبر ونتكلموا عليهم اكبر واكثر عفوا يا المشاهدين، ونهيرهم اهتمام اكثر. فلهذا يا المشاهدين هذه نقطه اردت ان اشرحها لكم. وقائلا ايضا مؤمن ايت قاسم في نفس السياق، اذا من فضلكم لا اريد ان اتكلم عن هذا الموضوع مجددا، لا نترجى احد، ومن يريد لاعب المنتخب الفرنسي للمنتخب الوطني الجزائري عفوا مرحبا به، ومن اختار المنتخب اخر ربي يسهل عليه، نقطه، انتهى الكلام. اعزائي المشاهدين كلام مؤمن ايت قاسي منطقي جدا، اذا كان اي لاعب يعني راح يمثل المنتخب الوطني الجزائري ويعلن بنفسه انه يريد تمثيل المنتخب الوطني الجزائري على رسالنا، راح يجي للمنتخب الوطني الجزائري وراح نفرحوا به بكل روح رياضيه مثله مثل باقي اللاعبين مع المنتخب الجزائري. ولكن من لا يريد المنتخب الوطني الجزائري فربي سهل عليه، يعني لدينا لاعبون حاليا يريدون تمثيل المنتخب الجزائري ولاعبون في المنتخب الوطني الجزائري، الحمد لله يعني عندنا ثلاث تشكيلات بفضل المنتخب الوطني جمال بالماضي، عندنا كنا نحلم بتشكيله واحده اعطانا ثلاث تشكيلات، فربي يحفظه لنا ان شاء الله وربي يعني يسهل له في اموره في قادم المواعيد وقادم المباريات المستقبليه. وفي نفس السياق اتتني اسئله كثيره عن اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي. يوسف البلايلي احد اللاعبين الذين هم مهددين ان لا يكونوا في قائمه المنتخب الوطني جمال بالماضي، وذلك لانه بدون فريق لحد يومنا هذا، للاسف الشديد هذا اللاعب موهبه كبيره وكلما تورطت احداثه ولم يجد الفريق المناسب كلما كانت نقطة سلبية للمنتخب الوطني الجزائري، ومن هذا المنبر أنا أتمنى هذا اللاعب راح يسوي الوضعية نتاعو في قادم المواعيد من أجل أن يأتي للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا أعزائي المشاهدين في خبر جيد نوعا ما جيد، نشرت بعض الأخبار السعودية قالت بأن فالدان مولوفيتش مدرب الأهلي السعودي قد تكلم عن قصة الدولي الجزائري يوسف بلايلي مؤكدا بأنه لا يدخل في حساباته تماما، حيث صرح وتحدث التقني الصربي وذلك قائلا احتفظت فقط باللاعبين الذين يشعرون بالسعادة بتواجدهم معنا في الفريق، أي الأهلي السعودي، وذلك أعزائي المشاهدين مصرحا. أما فيما يتعلق ببلايلي وديجاني أو ديجاني فإن ذلك يخص المعنيين بالأمر والإدارة فقط وليس لي أي دخل في هذه القضية. بما أن المدرب راح يصرح على يوسف بلايلي بأنه لا يريده، فمن الممكن أنه سيتم فسخ العقد بدون مشاكل مستقبلا، يعني بقي أيام إن شاء الله قليلة وسيتم الفسخ هذا العقد مستقبلا، وإن شاء الله نشوف هذا اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن بشرط أولا يجب عليه أن يتعاقد مع أحد الأندية، خاصة أنه تعاقد يعني إلكترونيا حسب ما تداول في الصحافة الجزائرية، تعاقد يوسف بلايلي مع نادي قطر القطري وذلك إلكترونيا، يعني ليس حضوريا ولكن إلكترونيا، يعني هنالك تقنيات وإلى ما غير ذلك. فتمنيتنا لهذا اللاعب أن يسوي كل وضعياته وذلك بشكل جيد. وفي خبر آخر عن النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، بعد تعرضه للإصابة الحمد لله كان أساسي وقدم هدف أعزائي المشاهدين خرافي مع ناديه السد القطري ضد الدحيل، والتي انتهت هذه المباراة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. فهذا اللاعب أعزائي المشاهدين يعني
أفرحني صراحة عندما عاد إلى رتم المباريات وعاد بتسجيل الأهداف. بينما عن خبر أعزائي المشاهدين محمد فارس، بعض الأخبار تداولت الإيطالية، بعض الأخبار الإيطالية تداولت قالت بأنه يعني هنالك إصابات بالجملة في نادي لاتسيو الإيطالي. وطبعا الحمد لله أعزائي المشاهدين هذا اللاعب لم يتعرض لهذا الفيروس، وذلك حسب يعني التقارير والفحوصات التي أظهرتها أنه غير مصاب ب يعني فيروس كورونا. والحمد لله يعني هذا اللاعب يعني راح يكون إن شاء الله يلعب عادي ولن يضطر الى عمل حجر صحي والى ما غير ذلك. وتمنيتنا لكل المصاب بفيروس كورونا الشفاء العاجل. وطبعا اعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم. لا تنسوا التعليق حول هذه المواضيع، واذا كانت لديكم اي اسئله اعطونا في التعليقات وان شاء الله ساجيب عليها. واذا اعجبتكم هذه الحلقه لا تنسوا الضغط على زر لايك، وايضا مشاركتها مع اصدقائكم لكي يشاهدوا هذه الحلقه، فهذا الشيء سيشجعني اكثر من اجل نشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.